في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6858 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1171 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 6922 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4686 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 52430 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9256 قضية تموينية متنوعة، من بينها 168 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء، وضبط 25 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 490830 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9063 قضية تموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 1619 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 334494 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 65236 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4063 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 224 سائقا منهم. كما تم المرور على 225 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1208 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية حالة واحدة. كما تم فحص 984 حافلة مدارس، تبين مخالفة 3 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 570 سيارة و70 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 17411 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 396 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 81887 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 82,688,096 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 138 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبط خلالها 151 جهازاً إلكترونياً. وفي مجال جرائم المطبوعات،
تم ضبط 72 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 17,350، تمثلت في كتب وأغلفة دراسية دون الحصول على تفويض من الجهات المختصة وأصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 55 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 922,305,037 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,748 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,597,203,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 13,491,994 جنيها.